بسم الله الرحمن الرحيم اخوان حالين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اليوم كان في زياره للمنحل، لكن للاسف انا نسيت الكاميرا وكنت شوي مستعجل فما صورت، لكن بنحب نحطكم بصوره موضوع تربيه ملكات بجهاز الجنتر والنيكوت. صراحه اليوم كشفت على الخلايا الميتمه اللي دخلنا لهم البراويز، كان نسبة النجاح متدنية جدا بشكل عام في الجهازين، لكن النسبة الأكبر والأفضل هي في جهاز الجنتر صراحة. يعني كان في تقبل أكبر لجهاز الجنتر، تقبل قليل جدا لجهاز النيكوت. طبعا أنا هاي بحب أحطكم الصورة لأنه كثير من الإخوان سألوني بيقولوا شو صار معك بالزرعة. جزء من السبب الرئيسي انه تعرف احنا نقلنا اليرقات في يوم الاربعاء وكان بدايه المنخفض، وبالتالي كانت اليرقات اول فقس وتمت عمليه النقل في ظروف يعني استثنائيه. ايضا مجرد ما نقلنا من هون احنا اليرقات مباشره بدات الامطار بالهطول واستمرت الاربعاء ليلا والخميس والجمعه. فبالصراحه انه ظروف غير مثاليه، لكن يعني هذا حبيت احطكم بصوره هذا الامر. احنا رجعنا اليوم دخلنا الملكات من اول وجديد على الجهازين، جهاز الجنتر وجهاز النيكوت مره اخرى. غدا ان شاء الله سيتم الافراج عن الملكات ومراقبه وضع البيض بالنسبه للملكات في الجهازين، ثم سنقوم بعد ذلك ايضا مره اخرى بنقل دفعه جديده من اليرقات الاسبوع القادم. الاسبوع القادم متوقع ان يكون اسبوع دافئ، وبالتالي راح تكون فرصة ممتازة لكل النحالين في مختلف مناطق يعني كل الأعمال النحلية المتراكمة ربما بسبب تأخر الموسم المطري هذا العام، وهو شيء جيد وممتاز. يعني ما نزعل، احنا هذه كلها نعتبرها ظروف إن شاء الله مثالية ستؤدي إلى نتائج إيجابية بالنسبة للموسم. الحمضيات بدأت بالإزهار، سيبدأ النحل بجمع الحمضيات، رحيق الحمضيات هذا الأسبوع، وبالتالي يجب التوقف عن التغذية السائلة بكل أشكالها خلال خلاص. يعني المفروض أنه اليوم النحال ما يقدم أي تغذية، ولأنه النحل رح يبدأ بالجمع قريبا جدا، وبالتالي مطلوب من النحال أن يتابع هذا الأمر. عادة ببداية جمع الرحيق ستشتد عملية التطريد، فالمطلوب من النحالين المتابعة أكثر. إحنا هذا بالذات نحكي عن منطقة الأغوار، حتى مناطق الشفاء، مناطق الشفاء أيضا فيها بدأ موسم التطريد، فيبدو أنه صار في يعني تقاطع ما بين موسم التطريد في الأغوار وموسم التطريد في الشفاء. هذا كله بسبب تأخر الموسم بشكل عام. الآن حتى المناطق المرتفعة، المناطق الجبلية، حتى المناطق الصحراوية، مناطق المفرق والبادية، متوقع أيضاً أن النحل يبدأ بالتزايد في النشاط خلال هذا الأسبوع، ومتوقع أيضاً ربما خلال الأسبوع القادم أن تبدأ أيضاً عمليات التطريد حتى في هذه المناطق. فبس حبينا ننوه، ومرة أخرى إحنا بنحب نبشركم في كثير من النحالين اللي جربوا طريقة سنيل جروف. انتوا بتعرفوا انه هاي الطريقة احنا شرحناها بشكل مفصل في هذه القناة، بجزء انا ما جربت لغاية الان عندي بالمنحل ما فضينا، لكن في اخوان من المغرب اظن من الجزائر قاموا بتجربتها، والنتائج الاولية حسب ما وردني منهم كانت نتائج ممتازة. استطاعوا من خلالها ضبط عملية التطريد، وبنفس الوقت استطاعوا ان ينتجوا ملكة في الطابق العلوي، طلعت العذراء وتلقحت ومشت الأمور، فصار عنده الآن خلية قوية جاهزة لجمع العسل، وبنفس الوقت تم إنتاج ملكة في الطابق العلوي. فمرة أخرى بننصح الإخوان التفكير جديا باستخدام طريقة سنيل جروف للسيطرة على التطريد، وبنفس الوقت الحفاظ على فرص جمع العسل بالنسبة لهذا الموسم. هذا الأمر الآخر اللي أنا حبيت أنوه له. الأمر الثالث، بدي أرجع أذكر أنه هنالك فرصة ذهبية الآن في الفترة هاي، فترة التطريد، فترة التقسيم، في ناس بقسموا نحل أيضا بهاي الفترة، تمسك لك طرد من برا، تمسك لك طرد من عندك من المنحل، فرصة جميلة جدا أن تستخدم الأوكزاليك أسيد سائل من أجل معالجة الفاروة للطرود والتقاسيم. خلية طردت الملكة الأم،
راح يصير في عندك انقطاع في الحضانه. طرد طلع من الخليه سكناه في صندوق، راح يكون في انقطاع في الحضانه. طرد اجاك من برا سكنته بصندوق، انقطاع في الحضانه. هذه الحالات كلها يمكن للنحال استثمارها ومعالجه النحل بالاوكزاليك اسيد رش ربما او تنقيط اللي بدك اياه، من اجل يعني ضبط اعداد الفاروا الى ادنى مستوياتها في مثل هذا الوقت، وهذا راح يكون له اثر ايجابي ممتاز على اي خليه بتعالجها الان بالفاروا. من الفاروا هذه في الغالب لن تعاني معك لا في الصيف ولا في الخريف القادم، وستدخل الشتاء بشكل قوي. حتى ما ندخل في المشاكل اللي احنا واجهناها السنه اللي فاتت، معظم المشاكل اللي عند النحالين السنه اللي فاتت كان بسبب طول الموسم، طول الموسم كثير. يعني اصلا الموسم السنه الماضيه كان شوي سيء في بدايته، ثم يعني بلش يتعدل شوي في نهايه شهر 5 بدايه شهر 6 وامتد حتى شهر 7. فالنحالين غفلوا عن الفاروة، ما خلصوا قطف بشهر 7 إلا النحل مستوي. لذلك لابد من الاهتمام بهذه الفرص بهذه الفترة. وإحنا بتذكروا في إحدى في كثير من المحاضرات حكينا فيها عن الفاروة، قلنا فترة التطريد ربما قد تكون من الفترات المناسبة جدا لموضوع علاج الفاروة، خصوصا عند إذا الملكة الأم طردت، أو إذا انت قمت بفي يعني في نحال ممكن يجي ياخذ الملكه الام على برغوازين، يعني يعمل تطريد صناعي، ياخذ الملكه الام على برغوازين ويحطها على جنب، ويخلي الخليه الام مكانها بحضنتها بكل شيء، ويخلي لها بيت ملكي واحد فقط. هذا البيت الملكي سيفقس، تطلع العذراء، تتلقح، ترجع. صحيح راح تتاخر بس على الاقل ممكن يكسب عسل. ما راح تكون الخليه بنشاطها المتوقع زي ما لو فيها ملكه، لانه احنا بنعرف انه جزء من نشاط النحل في السروح بيعتمد على وجود الفرمون الملكي، وبيعتمد على وجود فرمون الحضن وخاصه الحضن المفتوحه. فلما احنا بنقوم بهاي العمليه راح ما يكون في عندك ملكه، ما راح يكون عندك فرمون حضنه، هذا كله ربما قد يقلل من نشاط النحل في الجمع. الا انه في بعض النحالين ممكن يسووها، بقول لك اقل الخسائر، بدل ما انه اخسر الخليه بالمره، على الأقل لو أنا أخذت نص موسم العسل بهذه الطريقة وكسبت طرد من الملكة الأم، وبالتالي يعني بعتبرها هاي يعني شغلة مثالية. لذلك إحنا نرجع نذكر إنه طريقة سنيل جروف هي اللي بتعفيك من كل هاي المشاكل. الملكة الأم بتضل عندك في نفس الخلية، بتضل الخلية محافظة على قوتها، تنتج ملكة في الطابق العلوي، تجمع عسل بكمية جيدة، وبالتالي كلها يعني أشياء إيجابية. فبنرجع نذكر إنه ممكن استغلال الفترة الحالية لمعالجة الأوكزاليك أسيد تنقيطاً أو رشاً، لأنه الجو بلش يدفي، للطرود، للتقاسيم، أو للخلايا التي طردت وبطل فيها ملكة. كل هذه بسبب انقطاع الحضن يمكن الاستفادة من كل هاي الأمور. الأمر الآخر اللي أنا بدي أنبه له، إحنا ذكرنا سابقاً قلنا أي قسم جديدة، قسمت قسمة أو طردت خلية أو يعني بغض النظر، عادة قلنا ما تغذيها خلاص هاي الخلايا أو التقاسيم، عادة إحنا قلنا ما تغذوها. لكن في حال إنه أنا مسكت طرد، هذا الطرد حتى لو كان في عذراء، حتى لو كان في ملكة ضامرة ما بتبيض، حتى لو شو ما كان، هذا الطرد يجب على النحال أن يقوم بتغذيته مباشرة. يعني منسكن الطرد من هون ولازم مباشرة نغذيه يوم ويومين وثلاث أيام وتغذية كثيفة حتى يستقر الطرد. لذلك بالنسبة لموضوع الطرود فقط، حتى لو كان فيها عذراء ولسه مش متلقحة وما بتبيض، في هذه الحالة فقط لا بأس، لا بل يجب على النحال أن يقوم بالتغذية حتى يستقر هذا الطرد ويسكن ويشعر أنه خلاص قام ب تجهيز هذا المكان للاستمرار للبقاء. لأنه مرات إحنا ممكن نسكن الطرد ما بنغذيه، ممكن يقعد ساعات وبعدين تيجي ثاني يوم بتلاقيه رايح، ليش؟ ما عجبه. فلما بيكون في عندك تغذية، حطيت له تغذية مباشرة وبلش يشتغل ويخزن، راح يشعر النحل إنه خلاص أنا بلشت أستقر. فالتغذية للطرود مهم جدا، وغذيها يوم ويومين وثلاث وأربعة ما عندك مشكلة. أصلاً هاي الطرد عادة أنت ما راح تقطف منه عسل مبكر،
فلو غذيته ما عندك مشكلة. هاي كمان النقطة الثانية حبيت أنبه. النقطة الثالثة، لما إحنا جبنا ملكات قبل يومين بيسألوا برضو النحالين إنه هاي الخلايا قسم جديدة وحطينا الملكة، لسه الملكة مقفص عليها، هل أغذيها ولا ما أغذيها؟ برضو كمان غذيها، هاي الخلايا كمان تتغذى، لأنه زي ما حكينا بمجرد ما النحل بلش يتغذى بشعر إنه يعني في خلاص في سبب، في ملكة معناته وهي في رحيق، فالنحل إلى حد ما ببلش يستقر ويتقبل الملكة بشكل أفضل. هل أستخدم روائح معينة؟ أحط خل جوا الخلية، أحط بصل، أرش عطر؟ لا لا، ما في داعي لكل هاي الأمور، بالعكس هي قد تتداخل مع الروائح الأخرى، الفيرمونات الملكية، وبالتالي قد يكون لها أثر سلبي بدل ما يكون لها أثر إيجابي. وفي بعض الأحيان يعني ممكن ما يكون لها أثر، في ناس بيعتقد أنه لأنه حطيت لها خل نجحت الملكة، أو لو حطيت لها بصل نجحت الملكة. لا، ليس بالضرورة، قد تكون هي فقط هيك يعني بالصدفة وليس نتيجة القيام بمثل هاي الأعمال. الآن خلال هذا الأسبوع إحنا كنا قلنا، لأن كثير من النحالين حكوا لي إنه نرفع طابق ثاني ولا ما نرفع، قلنا ارفع بس حط أساس. كثير من النحالين يقول لك رجعنا على الخلايا، فعلا وجدنا إنه النحل يدوب طالع على البراويز، بداية طلوع على البراويز، في منه إذا كانت قوية كثير الخلية لا نفخة الأساس، وفي منه طلعت الملكة وبابت. بمجرد ما الآن شفت أنت بلشت الملكة تطلع فوق على الطابق الثاني، بإمكانك تنزل هاي الإطارات تحت وتطلع بدالها إطارات حضنة قديمة، خصوصا الإطارات السوداء. في ناس بيسألوا أيضا عن موضوع الحجز، متى أحجز الملكة بالنسبة لموسم الحمضيات؟ فإذا كان عندك خلايا قوية فيها 20، فيها 18 إطار، فيها 16 إطار، هاي الخلايا الآن هي الخلايا المناسبة للحجز بالنسبة لموسم الحمضيات في الأغوار. مواسم الأخرى لسه مبكير على الحجز، فالآن يفضل أن نقوم بوضع الملكة في صندوق التربية السفلي، ثم نقوم بوضع الحاجز، وبعدين بنحط فوق اللي هو الإطارات الحضنة المغلقة، بنحط في الطابق الثاني إطارات الحضنة المغلقة، وبنحط تحت عند الملكة إطارات الحضنة المفتوحة، ويفضل أنه نعطيها أساس على أطراف عش الحضنة. ممنوع في موسم الفيض انك تحط اطار في وسط عش الحضن، ممنوع، لانه هذا في الغالب ممكن يؤدي، خصوصا انه النحل ممكن يتوقف عن الاهتمام بالملكه، ممكن النحل ينفخ بسرعه ويعبيه رحيق قبل ما تكون الملكه قادره على وضع البيض. في فترات معينه بيكون قدره النحل على جلب الرحيق اسرع من قدره الملكه على وضع البيض، فاذا حطيت انا اطار اساس في وسط صندوق التربيه راح ينفخ النحل، بس جمع الرحيق أسرع من الملكة في وضع البيض، خصوصاً النحل يهمل الملكة في فترة جمع الرحيق، بنفخ النحل بيعبيه عسل، بصير حاجز بارير، بتصير الملكة محجوزة على 3-4 إطارات من هون، والثلاث أربعة اللي من هون هذولا ما بشعر إنه في عنده ملكة، بشعر باليتم، بيربي بيوت ملكية، وممكن يؤدي إلى التطريد. الأمر الآخر بدنا ننبه إنه لما طلعنا الإطارات على الطابق الثاني وحجزنا، بمجرد ما نحجز راح يقوم النحل أيضا ببناء بيوت ملكية فوق على أي رقات عمرها صغيرة في الغالب. هذه البيوت هي ليست بيوت تطريد، يعني هي مزيج، مزيج ما بين بيوت تطريد وما بين بيوت طوارئ، لأنه سبب بناء هذه البيوت في الطابق الثاني هو ابتعاد النحل عن الفرمون الملكي، وبالتالي يشعر بنوع من اليتم فيبدأ ببناء البيوت الملكية في الطابق الثاني. لذلك إذا أنا حجزت اليوم، ارجع بعد يوم يومين 3 أيام، قم بتفقد الطابق الثاني ودمر البيوت الملكية، خربها، بالإضافة للطابق التربية طبعا إذا بدك تضبط التطريد بهذه الطريقة. ترجع بعد كمان 3-4 أيام ترجع بتدور كمان الطابق الثاني مرة أخرى، ونفس الشيء. بمجرد ما دخل تقريبا أسبوع إلى 10 أيام من جمع الرحيق الكثيف، في الغالب سيتوقف التطريد، فربما يتوقف التطريد في مناطق الأغوار بحلول تقريباً 10-4، قبل ذلك بشيء قليل ربما 7-4، 10-4، هيك شيء، هيك التوقعات طبعاً يعني الله أعلم، لكن هذه بناء على المعطيات الموجودة حالياً. سيستمر موسم التطريد في مناطق الشفا، مناطق شوي مرتفعة، والمناطق الجبلية ربما حتى نهاية شهر 4 هذا العام بسبب الأمطار المتأخرة الربيعية التي راح يكون لها دور ممتاز في استمرار الغطاء النباتي، وبالتالي اندفاع النحل، وربما أيضا سعي نحو التطريد. في ناس بيسألوا ممكن نلحق موسم حمضيات؟ ممكن،
إذا عندك نحل قوي جدا الآن في مناطق الشفا بإمكانك ترحله اعتبارا من أي لحظة، رحله مباشرة على أول إفتاء إزهار الحمضيات، راح تأخذ منه موسم حمضيات ممتاز جدا. بالعكس هو بهذه الطريقة أفضل من أنك تنزل النحل على الأغوار من مثلا شهر 12 ولا شهر 1، لأنه في الغالب هذه الفترة الأغوار قد تكون مرات بالليل أبرد من مناطق الشفا، هذا أولا. ثانيا موضوع استخدام المبيدات في المناطق الزراعية موضوع مزعج جدا، واستخدام المبيدات العشبية وغيرها. فعادة الآن بس تزهر الحمضيات سيتوقف إلى حد ما أي نشاطات بالنسبة لاستخدام المبيدات، على الأقل في مناطق البيارات. مناطق اللي فيها زراعات خضرية ستستمر، فالإخوان المناطق الأغوار الوسطى أو الأغوار الجنوبية اللي فيها كثير زراعات خضار بدك تنتبه من موضوع المبيدات، وهو موضوع مؤرق ومزعج. وبالتالي إحنا كنحالين يجب أن نكون أحرص من غيرنا على الحفاظ على نحلنا، ما نركن على أنه المزارع يخبرنا ولا الوزارة تعمل لنا شيء صراحة للأسف يعني. فبدنا نكون منتبهين على نحلنا في موضوع المبيدات. الأسبوع القادم هو الأسبوع المثالي لزراعة الملكات، أنا أعتقد ما سبق كله وقت صراحة غير مثالي، لا لزراعة ملكات ولا للتلقيح ولا لشيء. يعني حتى لو بنجي عندك زرعة ما بتكون بالشكل المثالي، حتى لو زبط عندك تلقيح ما كان بالشكل المثالي. من الآن فصاعدا أعتقد أنه هو الفترة المثالية لزراعة الملكات وتلقيح الملكات، خصوصا في الأغوار والمناطق الشفا غورية قريبة جدا من الأغوار. ومن منتصف شهر 4 وطالع راح تكون هي الفترة المثالية لتربية الملكات وزراعتها والتلقيح في المناطق المرتفعة والمناطق البادية والمناطق الصحراوية. هيك تقريبا يعني مرينا على أسرع أو على أهم الإرشادات بشكل سريع. وطبعا دائما أمنياتنا لكم بمواسم خير وبركة. نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.